تفقدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، وقالت وزيرة الصحة أن 990 ألف مواطن حتى الآن سجلوا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، وقد أضافت أنه تم فتح 254 ألف ملف عائلي، كما بلغ إجمالي الفحص الطبي الشامل للمواطنين من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة أكثر من 170 ألف فحص، وذلك للاطمئنان على صحتهم والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمن علاج كل المصريين بجودة وبكرامة ودون تمييز، ذلك خلال جولتها بمطار الأقصر الدولي. وقد وجهت هالة زايد بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري. المنظومة قدمت أكثر من 800 ألف خدمة، منهم 72 ألف عملية ومنهم 40 ألف عملية ذات مهارة. النهاردة مستشفى الكرنك الدولي بالأجنحة السياحية وبالخدمات العلاجية وغرف العمليات اللي فيها ميكروسكوبات وعلى أعلى مستوى. الحقيقة ده صرح أعتقد أن صرح كبير جدا في جنوب الصعيد ويمكن في مصر كلها. النهاردة المستشفى تم استكمالها بشكل كامل، بدأت الزمالة المصرية فيها تخصصات في الزمالة المصرية.